مع إعلان روسيا توسيع قواعدها العسكرية في السودان من خلال خبر مقتضب بثته وكالة الأنباء الروسية، تتزايد توقعات خبراء ومحللين حول زيادة نشاط مرتزقة الفاغنر الروسية هناك، خصوصا مع توسع تغلغلها الذي يحظى بدعم الكرملين في العديد من الدول ومنها ليبيا وسوريا وآخرها إقليم ناغروني كاراباخ. بكل تأكيد، يعني مثل تلك النوايا كانت حتى في أيام عمر البشير، واقترح أن تفتح روسيا، واقترح أن تسمح السودان لتفتح روسيا القاعدة البحرية في هذه الدولة. إذن هي الحديث الطويل حول افتتاح هذه القاعدة. أما بالنسبة لمسألة افتتاح هذه القاعدة، أنا أعتقد أن روسيا أولا ستقوي تواجدها في البحر الأحمر، ثانيا ستحصل على إمكانية يعني وصول حتى إلى محيط الهندي، إلى حتى الخليج. هذه هي النقطة المهمة. وأيضا هناك طموحات روسية لتقوي نفوذها في إفريقيا، ويعني قبل تقريبا السنة واحدة كان هناك الاجتماع الكبير جدا، سمت إن صح التعبير، الإفريقي هنا في روسيا في مدينة سوتشي، حيث استضافت روسيا كثير من القادة الدول الإفريقية. والآن روسيا تقول بأنها طبعا تهتم بتقوية نفوذها في القارة الإفريقية. يقر الروس بأن الفاغنر ممنوعة في بلادهم بموجب القانون، لكنهم يدافعون عنها بشراسة ويقولون إنها شركات حماية خاصة على غرار شركة بلاك ووتر الأمريكية، كما يحاولون إقناع العالم بأن هذه الشركة هي بمثابة مؤسسة عسكرية خاصة، لكنهم في المقابل يتجاهلون الانتقادات اللاذعة لدور الفاغنر المزعزع للاستقرار في الدول التي تشهد أزمات متلاحقة. روسيا قالت، وحتى على لسان رئيس بوتين، بأن شركة فاغنر يعني هي موجودة، وأنا أقصد موجودة كشركة، ولكن في نفس الوقت هي لا تقاتل، هي لا تشارك في العمليات القتالية وليس أكثر. على ما يبدو الأمر يقتصر فقط بالحرس وليس أكثر. آخر التقارير الإعلامية في الإعلام الأمريكي خصوصاً والغربي عموماً، ومنها صحيفة نيويورك تايمز ومركز يونايتد ستيتس أوف بيس، وكذلك صحيفة ذا بيل الأسبوعية ومؤسسة إنسايد دوفير البحثية وصحيفة موسكو تايمز وغيرها الكثير، قالت إن هذه القوات كثفت من نشاطها في تلك الدول وسعت بين الفينة والأخرى إلى التمدد وفقاً لأوامر الاستخبارات الروسية. وفقا للقوانين الروسية، هناك ممنوع أن تشارك أو يشارك الشخص في العصابات غير الشرعية. فلذلك يعني يمكن، أنا بصراحة يمكن أن أقول بعيدا عن فاغنر، أنا أعتقد ومتأكد 100% بأن المواطنين الروس قد شاركوا في بعض العمليات القتالية. تتمدد الفاغنر أيضا في أفريقيا وتوسع من نشاطها هناك، موجدة لها خاصرة رخوة بسبب تراجع الوضع الأمني، فيما يقول المدافعون عن وجهة النظر الروسية إن الفاغنر تتعاون أمنيا وعسكريا هناك على الرغم من كون هذه الدول تشهد فراغا حكوميا، فمع من تتعاقد الفاغنر إن كان هذا الكلام صحيحا؟ هناك تقارير بأن هناك تواصل لشركة فاغنر في ناغورنو كاراباخ في المعارك الأخيرة في تلك المنطقة. بصراحة نحن من وقت لآخر نسمع مثل تلك التقارير، هناك محاولات يعني تقول بأن روسيا متورطة بهذه الأزمات بالقوة وتتصرف ليس رسميا ولكن عن طريق تلك الشركات. المخاوف من الفاغنر لا تتعلق فقط ببسط النفوذ في الدول التي تعاني نزاعات مسلحة أو حروبا أهلية، بل تمتد إلى العديد من الدول الشرق أوسطية أو الأفريقية، والتي يقول خبراء إنها يمكن أن تتمدد على شكل عمالة أو سياحة، ما يستدعي تدقيقا أمنيا أوسع.